اهلا بيكم اعزائي طلاب الصف الرابع، معاكم مستر مجدي من قناه الناظر التعليميه وحل التقييمات الاسبوعيه الاسبوع الثالث للصف الرابع. خلينا نبدا على طول، افكركم باللايك والشير والسبسكرايب ونبدا على طول. تيست 1 amphibians breathe using what and what؟ yes lungs and skin. lungs on land, skin in water. yes question number 2. Write what the following sentence refers to. الجملة دي بتشير لإيه؟ Organs in humans. خد بالك in humans. Extract يعني get oxygen from air. برافو عليك. Lungs. Next one. Give reason. Give reason معناها إيه؟ برافو عليكم. Why؟ كأنه بيسألك بالظبط. Why؟ ليه؟ Fish die when they leave the water. ليه الفيش بيموت لما بيسيب الماية؟ افتكر كده؟ Yes. Fish breathe using what? Gills. As they breathe using gills that extract oxygen from water only. ولما تيجي تجاوب تقول لي مستر because they what? They breathe using ايه? Gills that extract oxygen from water only. لأن الجيلز اللي عندهم ما بتقدرش تاخد الأكسجين غير من المية بس، وعشان كده لو طلعناهم بره الميه بيموت. I'm sorry. Number two. What happened if people cut down forests and plow grassland؟ يعني لو الناس قطعت الأشجار وحرست كل المراعي أو الجراسلاند، إيه اللي هيحصل؟ طبعًا تقدر تكتب أنت كما تشاء، يعني تقول لي مستر some animals disappear, some plants disappear. Yes, animals can't find okay, a place to live، مش هيلاقوا مكان يعيشوا فيه. كل ده مظبوط صح؟ تمام كده؟ اهم تعال رتبهم. Some animals lose their habitat. بعض الحيوانات هتفقد ايه؟ الهابيتات او المسكن او الموطن بتاعها. مش هتعرف تقول هابيتات، قول يا سيدي lose their shelter. Some kind of plants disappear. هيختفوا. leads to rapid change او environmental change. كل دي اجابات صح. يعني واحده من دول تبقى كفاية. عايز تكتب التلاتة يبقى كويس جدا. تاني some animals lose يعني يخسروا their habitat. some kind of plant disappear led to rapid change or environmental change. determine يعني حدد some human activities that negatively affect the air. ايه اللي بيعمل air pollution باختصار؟ يلا burning waste او burning forests او burning trees او burning wood او افضل واحده هي بيرنينج ويست. نمبر 2 فاكتوري اكزوست اور كار اكزوست. ممكن تكتب فاكتوري اند كار اكزوست. عوادم المصانع والسيارات دول بيتعملوا طبعا ايه؟ نمبر 2 سرعه. كومبليت سام اوف ذا تشينجز افكت ايكو سيستم ار سبيس اند سبيس. قلنا عندنا سلو تشينجز اند رابيد تشينجز اور فاست تشينجز. اللي هيكتب رابيد اوكي واللي هيكتب فاست برضه اوكي. سو رابيد تشينجز اور فاست تشينجز. Rapid changes or fast changes didn't give the environment the chance to didn't give the living organisms a chance to adapt. ما بيديش الكائنات الحيه او الكائن الحي الفرصه انه يتكيف. طيب خلينا نروح لي write what the following sentence refers to. Special organs in fish. خد بالك بيقول لك in fish allows them to extract oxygen dissolved in water and remove carbon dioxide. مين في الفيش اللي يعمل كده؟ برافو عليكم جيلز. نيكست جيف ريزن. قلنا جيف ريزن معناها ايه؟ واي. كانه بيقول لك بالظبط واي ليه؟ هيومنز اند فيش ار سيميلر ان سام كاركترستكس. ليه الانسان والفيش يشبهوا بعض في حاجه كده؟ برافو عليك. بوث اوف اس بنعمل ايه؟ او بوث هما الاثنين بيعملوا ايه؟ يس بريس ان اوكسجين and breathe out carbon dioxide. واحد يقول لي مستر انا هقول take in oxygen and expel carbon dioxide. واحد تالت يقول لي مستر انا هقول both get in oxygen and get out carbon dioxide. كلهم صح. المهم يا سيدي انك بتقول oxygen in وكربون dioxide ده هيبقى ايه؟ out. دي اهم حاجه عندنا انك بتوضح ان الاكسجين اكسجين بيبقى ايه؟ in وكربون dioxide بيبقى ايه؟ out. اللي بعده What happened if forest, okay, trees are cut down. لو الأشجار بتاعت الغابات اتقطعت، هي نفس الإجابة اللي قلناها هناك صح؟
هتقول ايه؟ animals lose their habit mental itching. خد الثلاث اجابات دول اهم، دول الثلاث اجابات اللي بيمشوا مع اي سؤال في موضوع التشينجز دول. Determine some human activities that negatively affect water. ايه اللي بيعمل water pollution باختصار يعني؟ ايه اللي بيعمل تلوث الماء؟ Yes, throwing waste in water bodies، لما بنرمي الويست في المسطحات المائيه. Discharging chemicals، ان احنا نفرغ الكيميكالز المواد الكيميائيه in water canals في قنوات الماء. يلا this is sleep. During exhalation، exhalation ايوه برافو عليكم، انتوا عرفتوا بقى. مين جاز ريليز؟ مين الجاز اللي هيطلع؟ كربون داي اكسايد، برافو عليكم. While inhalation، خد بالك بدأ بيه inhalation، يبقى ايه اللي هيحصل في الانيليشن؟ يس اوكسجين جاز از انتر، طبعا انتر بالاي خلوها بالاي تمام، التصحيح بتاعها. طيب pollution caused by exhaust from cars and factories، الجمله دي بتشير لايه؟ لما يقول لي pollution what type of pollution caused by exhaust from cars، طبعا air pollution على طول، تلوث ايه؟ الهواء، مش مكتوبه نكتبها احنا air، هنكتب هنا ايه؟ air، وتكتب بعدها كلمه pollution، اهي موجوده كلمه pollution، خدها اكتبها air سريعا عشان الوقت، pollution اكتبوها انتوا بقى لان انا الماوس ده مش سريع في الكتابه، انتوا اكتبوها. طيب يلا نرجع هنا. طيب give reason amphibians can live both in water and on land، لسه قايلينها اول سؤال في التست الاول. Because they what they have what they have lungs to breathe on land and skin to breathe in water. As they use their lungs to breathe on land. طب وي كمان they use their skin to breathe in water. يعني الامفيبيانز عندهم ايه؟ lungs to breathe on land. And they have skin to breathe in water. But what happened here? So many communities, يعني مجتمعات عمرانية, are built and agriculture is neglected. والزراعة أهملناها. يعني لو قعدنا نبني مباني وأهملنا الزراعة. طبعا أنتوا عارفين الثلاثة اللي كتبناهم؟ ارجعوا اكتبوهم. Trees cut down. Animals lose their habitat. Plant disappear. Environmental change. الثلاثة اللي أنا قلت لكم عليهم دول اكتبوهم في أي سؤال وريح نفسك. وبالذات حتة environmental changes we plant some plants disappear and the animals lose their habitat or their shelter. دول اكتبهم يعني دي إجابات ثابتة في الموضوع بتاع ال changes. Determine some human activities that affect the soil. Soil زي dumping waste in soil، إن إحنا ندفن المخلفات أو النفايات في التراب. Overusing of pesticides، الاستخدام الزائد للبيستسايدز. Clear lands، إن إحنا نجرف الأراضي. Constructions اللي هي الكوميونيتيز المجتمعات العمرانية، كل ده بيعمل ايه؟ Yes, destroy the soil. يعني آخر حاجة عندنا ده ايه ده؟ الشيت وورك ده تمام؟ الهوم وورك خلينا نعمله مع بعض. Inhaled air، خد بالك بيقول لك ايه؟ Inhaled air يعني ايه inhaled؟ أهو أنا جايب لك الصورة، يعني الهواء اللي داخل لجوه أهو. Inhaled air. Rich in carbon dioxide. أوه طبعا طبعا بيبقى ايه فولس. لكن هو بيبقى ريتش بإيه؟ اكسجين، برافو عليك، يبقى فوكس. نمبر 2 كربون دايكسيد جاز از اكسبيلد، اكسبيلد يعني بيطلع بره، طالع بره. اكسبيل از اكسبيلد اور بوشت اوت فروم ذا بودي ديورينج اكسهيليشن، يس ذاتس سو ترو، طبعا بتبقى ترو. نمبر 3 فيش نيد كلين اند بيور ووتر تو سرفايف، يس مستر كانت مكتوبه امفيبيانز، ما فيش ولا امفيبيانز، يس زي ليف زي نيد وات بيور اند كلين ووتر. Frogs can breathe through the lungs. Yes, Mister. Yes, frog is amphibian, and amphibians can breathe through the lungs and through the skin. Lungs on land, skin in water. Cutting down forests, deforestation can cause environmental change. For sure, yes. Scientific term. I'll show you a scientific term. Animals that can live on both land and water اسمهم ايه؟ live on land and water. مين هما؟ yes amphibians، برافو عليكم. So the continuous decrease in number of individuals of an organism until خد بالك دي the death of all its members، ده طبعا extinction اللي هو الانقراض. Fish breathe gas dissolved in water. What gas dissolved in water بيبقى زائد في الماء، برافو عليكم، بيبقى ايه؟ oxygen gas. اوكي طيب
Space destroys the lungs and cause many diseases. What destroys the lungs؟ ايه اللي بيدمر الرئه وبيسبب الامراض؟ طبعا ما فيش غير هو، يعني كلكم عارفين دي ده ايه؟ Pollution التلوث. تمام كده؟ اهو. The girls are located، ادي الجيرلز اهي، موجوده فين؟ Yes. On both sides of the، موجوده على ايه؟ جانبي ايه؟ الراس الهي. Girls اللي هي ايه؟ دي الجيرلز ان فيش اهي. Girls are considered what? What do you say? This is structural or behavioral adaptation. يعني حاجة في جسم الكائن قدامك اهي بتبقى ايه؟ برافو عليكم، structural adaptation. In fish, what carry oxygen؟ ايه اللي بيشيل الاكسجين؟ طبعا زينا بالظبط، يبقى ايه؟ ال blood vessels. True or false? Burning forests is one of the positive. ما تكملش حتى بقى السؤال، هو burning forests انك تحرق الغابات او حرق الغابات ده بيبقى positive؟ لا طبعا، false. So the ecosystem can be restored by eliminating pollution. طبعا شيل البلوشن and restore the natural resources. رجع natural resources زي ايه؟ زي الوتر والفود والشلتر، عشان الحيوانات ترجع تاني تعيش في الهابيتر ده. So the body of amphibians is covered with skin that allow water and gas to pass through. Yes. هو the body of amphibians اللي هو skin of amphibians. طيب. The Egyptian frog live in ponds and stream wet environment. Yes. أي بيئة رطبة يعيش فيها. Fish pre-throw lungs. أنا جبت لك الصورة، هو دي lungs. اسمها lungs ولا اسمها إيه؟ برافو عليكم. ثرو إيه؟ جل. شكرا ليكم. ده كان تقييم الأسبوع الثالث. تمام كده خلصناه مع بعض. وأشوفكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، هيبقى الأسبوع الرابع إن شاء الله. سلام، ما تنسوش اللايك، شير، والسبسكرايب.